الإنسان يعيش الآخرين، يلاحظ الآخرين اللي يعيشون عيشة مادية مرفهة، اللي لهم بيت أنا ما عندي بيت، عنده جمال أنا ما عندي جمال، عنده كمال أنا ما عندي كمال. هذه الحالة، حالة التمني، إحدى الحالات الخطيرة جدا. الله تعالى يقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لا تعيشون الآخرين، عيشوا ذواتكم، امشي في خطك، لا تلاحظ الآخرين كيف يعيشون وماذا يصنعون وكم هي مقدار ثروتهم، لا تلاحظون. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. هذه الحالة خطيرة. ليش خطيرة؟ أولا تسلب الإنسان سعادته في الحياة. الإنسان دائما يعيش حالة الألم، ليش الآخرين أرفع مستوى مني، أرفع مقام مني، ليش فلان واحد عنده سيارة أنا ما عندي، عنده ثروة أنا ما عندي. يدمر حياة الإنسان وينتهي بالإنسان إلى الكآبة. الآن إحدى أمراض هذا العصر من الأمراض المهمة حالة الكآبة، القلوب ميتة، البسمة مو موجودة على الشفاه، الفرحة مو موجودة في القلوب. إحدى عواملها المهمة مسألة العيش في الآخرين، إنه ليش أنا فاقد. هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية اللي هي أخطر من هذه المشكلة الأولى، أنه البداية حالة تمني. هذا التمني يتطور إلى حالة حسد، يحسد من الآخرين، حسد مستبطن في القلب. بعدين الحسد المستبطن يتحول إلى حسد ظاهر، بعدين الحسد الظاهر يتحول إلى فساد وإفساد. الإنسان كل دأبة يكون التنقيص من الآخر المتفوق عليه في جهة من الجهات، غيبته، تهمته، نميمته، تسقيط اجتماعيا. إحدى الظواهر الخطيرة الموجودة ظاهرة التسقيط. ليش تسقيط؟ لأن هذا يشوف فلان واحد متفوق عليه يحاول يحطمه. أنا ليش الله خلقني هكذا؟ الله يدري، الله حكيم. ليش أعاني هذه المشكلة في حياتي؟ الله حكيم، هذا هو منطق المؤمن. ليش أعاني هذه العاهة؟ الله حكيم، انتخب لي هذا الطريق وهذا الخط، يجب أن أسلم. لاحظوا منطق المؤمن، هم أعلم وما اختاروه.